في تعاون جديد بين وزارة التعاون الدولي والبنك الإفريقي، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسيدة ليلى المقدم ممثلة البنك الإفريقي للتنمية في مصر بروتوكول تعاوني مشترك في مجال التأمين الصحي بحضور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. احنا النهاردة كنا حريصين ان احنا نتحرك بمنحة سريعة مع وزارة الصحة عشان منظومة التأمين الصحي، لأن منظومة يعني التأمين الصحي والحصول على خدمات صحية من حق كل مواطن، فلازم يكون في منظومة سليمة. فالنهاردة يعني توقعنا على اتفاقية تخص إن إحنا إزاي يوضع إطار قانوني تنظيمي مؤسسي لهذا البرنامج. فالحمد لله هنشتغل بالتعاون مع الوزارة ومع وزارة المية ووزارات مختلفة عدة، وزارة التخطيط، ان احنا ان شاء الله يعد قانون ويعرض على البرلمان قريبا يخص التأمين الصحي. فبنحاول ان احنا نشوف الدول المختلفة عملت ايه ونتلافى اخطاء الدول اللي هي كانت سابقانا في موضوع التأمين الصحي، وعشان نقدر ان احنا نتحرك. التأمين الصحي ده هو الحاجة الوحيدة اللي هتضمن المنظومة الصحية السليمة في هذه الدولة، ان اخد من القادر عشان أعالج غير القادر، وأخد نسبة معينة من كل القادرين عشان أقدر أعالج غير القادرين. دي المنظومة العالمية اللي في الدنيا كلها، إحنا دي ما كانتش مطبقة عندنا، مش مطبقة إلا على على بعض الموظفين بتوع الدولة اللي هم بنقول عليهم إيه الفورمال سيكتور، أو بنسميهم العمالة المنتظمة الموظفين. لكن لما تيجي مثلا تكلميني النهاردة على مثلا كوافير مثلا، هل الكوافير دوت بيدفع نسبة من الفلوس اللي بياخدها عشان تجيله في صورة خدمة صحية؟ لا. فلو أنا خدت من كل الناس الفورمال سيكتور العمالة المنتظمة والعمالة الغير منتظمة نسبة، وهذه النسبة أقدر إن أنا أدخلها في العباءة المالية بتاعتي للخدمات الصحية، المنظومة الصحية دي هتقول. العلاقات بين مصر والبنك التنمية الإفريقي هي علاقات جيدة جدا، علاقات شراكة ممتازة، وإحنا عندنا اتفاقية شراكة بين مصر والبنك التنمية الإفريقي اللي تضم من عام 2015 يعني السنة الفارطة إلى عام 2019، ويعني من ضمن الاتفاقية هدية هو تمويل مشاريع وبرامج هامة اللي هي في نطاق وفي قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء، المية والصرف الصحي والصحة، هي اتفاقية اليوم اللي وقعنا عليها، وأيضا الإصلاحات الهيكلية للحكومة. يعني المهم هو التوافق ما بين البنك التنمية الإفريقي ومصر على المزيد من التعاون في مجالات مهمة.